أعزائي الطلاب، أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم المعلمة نشوى المصري من وحدة الشهيد محمد علي فرح، ودرسنا اليوم في الدراسة في مادة الدراسات الاجتماعية نتواصل لنتآلف. بداية أرحب بكم أعزائي الطلاب، وأهلا وسهلا بكم وبعودتكم إلى مقاعد الدراسة. ما سبب غيابكم في الأشهر الماضية عن مقاعد الدراسة؟ نعم تفضلي يا أنس. بسبب جائحة كورونا. نعم أحسنتي، بسبب جائحة كورونا. ماذا كان سبب جائحة كورونا؟ ماذا انقطعنا عن ماذا؟ انقطعنا عن الدراسة. انقطعنا عن الدراسة. الآن عن طريق المجموعات أريد منكم أن تتحدثوا لي عن كيف أمضيتم هذه الفترة عندما انقطعنا بسبب جائحة كورونا. تفضلوا، ويجب أيضا ماذا؟ أن نكون ملتزمين بقواعد المجموعات، وأيضا بماذا؟ بالتباعد فيما بيننا. يلا تفضلوا، هذه الأقلام حتى تكتبوا لنا. تفضلي اكتبي لنا ماذا فعلتم في، تفضلي معهم عزيزتي، أحسنتي. نعم اكتبوا لنا ماذا فعلتم في فترة الانقطاع عن المدرسة. نعم تفضل اكتب معها. نعم تفضل، ماذا فعلتم؟ نعم، وأرجو التباعد فيما بيننا أيضا. نعم هل انتهينا؟ نعم شكرا لكم ولتعاونكم. نعم تفضلوا المجموعات، مجموعة العصافير تفضلوا، ماذا فعلتم في فترة الانقطاع عن المدرسة؟ نعم تفضلي. أقضينا تلك الفترة في المنزل ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، ومارسنا بعض الهوايات كالقراءة والرسم والموسيقى. أحسنتي، أمضيتم إذن فترة الانقطاع عن المدرسة بممارسة بعض الهوايات، وأنتم يا أحبائي فراشاتي الصغار ماذا فعلتم؟ مارست الهوايات المفضلة لدي. نعم مارست الهوايات المفضلة لديك، وأنت يا حلا ماذا فعلتي في فترة انقطاعك عن المدرسة؟ بدأت بالصنع. دقيقة واحدة. نعم أبدعت وصنعت أشياء جميلة. أحسنتي، أبدعت وصنعت أشياء جميلة، وأنت يا جنى ماذا فعلتي؟ زودتنا الشابكة في التعرف على مرض كورونا وكيفية التصدي لهذه الجائحة والاستخدام الصحيح لإجراءات الضرورية المناسبة. أحسنتي، إذا أيضا زودتكم الشابكة بالتعرف على مرض كورونا. شكرا لعلمكم يا فراشاتي، وأنتم يا أحبتي ماذا فعلتم؟ نحن تابعنا فاقدنا التعليمي من خلال المنصات التربوية التي كانت تعرض على موقع الوزارة التربية. أحسنتم يا أحبائي. نعم تفضلي عزيزتي. على قناة اليوتيوب. أحسنتي، على قناة اليوتيوب، وأيضا على قناة ماذا؟ التربوية السورية. نعم شكرا لكم جميعكم ولعملكم ولتعاونكم فيما بينكم. إذا أمضينا فترة الانقطاع عن المدارس بماذا؟ بأشياء مفيدة، وأيضا تابعنا فاقدنا التعليمي عن طريق المنصات التربوية وقناة التربوية السورية. وأيضا ماذا تعلمنا؟ أيضا تعلمنا ماذا؟ ماذا تعلمنا كما قالت جنى؟ تعلمنا عن مرض، أو تعرفنا على مرض كورونا، وأيضا تعلمنا الإجراءات ماذا؟ الاحترازية. نعم الإجراءات الاحترازية لهذا المرض. طيب عندما عدت إلى المدرسة ما هي هذه الإجراءات التي التزمنا بها؟ نعم تفضل يا جود. التباعد الاجتماعي. أحسنت، التباعد الاجتماعي فيما بيننا، شكرا لك. وأنت يا ليان؟ ارتداد الكمامة. ارتداد الكمامة، مرحى لك. وأنت؟ غسل اليدين قبل الطعام وبعده. أحسنت، غسل اليدين بعد الطعام وقبله، قبل الطعام وبعدين. نعم تفضلي يا حلا. الالتزام بالتعقيم. أحسنت، الالتزام بالتعقيم حتى نستطيع ماذا؟ أن نتخلص من هذا المرض. وقلنا بأنها تابعنا فاقدنا التعليمي عن طريق ماذا؟ عن طريق المنصات التربوية. طيب هذه المنصات التربوية كيف استطعنا أن نصل إلى هذه المنصات التربوية؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الشابكة. نعم أحسنت، عن طريق الشابكة استطعنا أن نصل إلى هذه المنصات طبعا، وبدورنا كان لها دور مهم، وأيضا نشكرها ونشكر جميع القائمين على هذه المنصة. الآن
لدينا هذه الصور. تمام، هذه الصور أريدكم أيضا عن طريق المجموعات وملتزمين بالإجراءات الاحترازية وهي الأفضل التباعد فيما بيننا، حتى لو شكلنا مجموعة يجب أن يكون هناك تباعد بيني وبين زميلي. أريد عن طريق المجموعات أيضا أن تصفوا لنا هاتين الصورتين. نعم يلا تفضلوا. ويجب أيضا ماذا؟ أن نتحلى بماذا؟ أن لا ننسى عمل الفريق الواحد وقواعد المجموعات. نعم نعم تفضلي. الآن اكتبي لنا مع زميلنا ماذا تشاهدون. يلا يا أنسة. واو، ما أسرعكما، ما أجملكما، وأنتم سريعان. نعم تفضلي. نعم، هل انتهيتم؟ نعم، شكرا لكم جميعا. لنبدأ. نعم، مجموعات الأولى. يلا مجموعة العصافير تفضلي في البداية. طفل يمضي ساعات طويلة وراء شاشة الحاسوب مرهق العينين. أحسنتي. نعم، وهنا والفتاة ماذا تفعل يا يزان؟ تشاهد الجوال. نعم، وتشاهد أغاني. نعم، مرعبة. نعم، تشاهد صور مرعبة. الصور المرعبة. نعم شكرا. وأيضا يمكن أن تكون عنيفة. شكرا لكما وأحسنتما. نعم أيضا. نعم تفضلي. فتاة تمضي وقتها نعم. على الهاتف المحمول لكشف المعلومات وتشاهد بعضا من المقاطع. نعم، المفيدة. نعم شكرا لك يا جنى، وشكرا لك يا جود. وأنت يا جود، الطفل ماذا يفعل؟ يجلس. نعم، يجلس وراء حاسبه. نعم، مع من يتواصل؟ مع أقاربه. نعم، مع أقاربه. نعم، أحسنت. شكرا لكما وشكرا لعملكما. وأنت يا ليان ماذا تشاهدين؟ فتاة تكثر مشاهدة الفيديو المقاطع المخيفة والعنيفة. وأيضا ماذا تشاهد؟ تشاهد أيضا المعلومات الضارة، ويمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة. نعم، وأنت؟ نعم تفضلي يا جنى. طفل يجلس خلف شاشة الحاسوب يلعب بعضا من الألعاب الإلكترونية الذكية ويكتشف العالم عبر شاشته. أحسنت، شكرا لكما وشكرا لجميع مجموعاتي وبراعمي الصغار. إذا من هنا نقول بأنه عندما وصفنا هذه الصورة وهذه الصورة، نحتاج إلى الصورة الثانية. نعم، لكي نصفها أيضا لدينا دقائق لنصف هذه الصورة، دقائق قليلة. نعم، ماذا تشاهدين؟ نعم، اكتبي ماذا تشاهدين أيضا. دقائق بسيطة. نعم، هل انتهينا أحبائي؟ نعم، إذا ماذا نشاهد أيضا هنا؟ نعم، تفضل يا جود. عائلة تمضي أوقاتها نعم على الهاتف. نعم، وأنتم يا صغيراتي ماذا نشاهد؟ يلا يا حلا تفضلي. نعم، أعطيها لزميلتك. نعم تفضلي. عائلة استغنت عن الحوار مع بعضها واكتفت بالانطواء كل فرد من أفرادها على نفسه. نعم أحسنتي. وأنتما أحسنتم فراشاتي الصغار. نعم تفضلي يا يزان، ماذا شاهدت؟ تباعد اجتماعي بين العائلة. نعم، تباعد اجتماعي بين العائلة. من هنا لقد وجدنا بأن هناك وجهات النظر بيننا اختلفت وتباينت. فمنكم من شاهد بأن هذه العائلة لديها تشتت أسري، ومنكم من وجدها ماذا تمضي أوقاتا جميلة، ومنكم من رأى بأن هذا الطفل يجلس ساعات طويلة وراء الحاسوب، ومنهم من رأى بأنه قد يقوم بأشياء نافعة. من هنا سوف نجد بأنه يوجد لدينا اختلاف في وجهات النظر، لذلك سوف يكون لدينا مناظرة، والمناظرة هي ستكون عن طريق الفريق. نعم، الذين هم يكونوا مع استخدام المواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة لا التي ليست مع مواقع التواصل الاجتماعي. ولدينا أيضا لجنة التحكيم التي ستكون هي الفاصل بينكما، ولدينا مدير المناظرة التي أدعوها لكي تتفضل وتدير لنا هذه المناظرة.
تفضلي يا حلا، مكانك، اجلسي من مكانك. نعم تفضلي عزيزتي، تفضلي. نعم تفضلي، يلا ابدأي. أصدقائي صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة المناظرة، ولا يفسد الاختلاف في الود قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح لنا فرصة للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائنا حول القضايا الجدلية. يمكن يرى البعض أن فوائدها لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن لليوم التشكيك من أهميتها في نواحيها الشخصية والمهنية، وينعتها آخرون بصفة التفاصل. فقد شتتت أفراد الأسرة الواحدة وسجنتهم في عزلة وعالم افتراضي، وانتهكت الخصوصيات والآداب. إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي سوف توضع في الميزان من خلال مناظرتنا هذا اليوم لمناقشة هذه القضية. نرحب بالفريق نعم الذين هم مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونرحب أيضا بفريق لا الذين هم ليسوا مع استخدام هذه الوسائل. ونرحب بكم أعضاء الفريقين، نرحب بأعضاء لجنة التحكيم التي ستوصلنا إلى خلاصة هذه المناظرة. بداية معكم فريق ما. نعم، ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم تفضلي. وسائل التواصل الاجتماعي هي مجموعة من التقنيات المتاحة على الشبكة العنكبوتية والتي يستخدمها الناس لغاية التواصل والتفاعل. نعم، ومثل؟ مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من المواقع. أحسنتم. شكرا لكم. ولكن ما أهمية هذه المواقع بالنسبة إلى العالم؟ وليكن حوار الفريقين عن إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدأ بمجموعة لا. حدوث مشاكل صحية في هيكل العظم وخاصة العمود الفقري، وقصورا وتعب في العيون بسبب الجلوس لمدة طويلة أمام الحاسوب أو الهاتف المحمول. أترك الرد للمجموعة نعم. وهناك إيجابيات أيضا، مثل الحصول على معلومات مفيدة بأقل جهد ووقت، والتنوع في المعلومات والمصادر. أترك الرد لمجموعة لا. نصبح قليلي التفاعل، سطحيين الإدراك، ونختزل مشاعرنا في رسالة، ونهتم بتسجيل اللحظات أكثر من أن نعيشها. ما رأيكم بهذا يا مجموعة نعم؟ ويمكن حفظ اللحظات السعيدة واسترجاع الذكريات بسهولة وسرعة، والتواصل مع الأقارب في الخارج، وتبادل وسائل التهنئة والمباركات من خلال هذه الشاشات. وماذا أيضا؟ وإمكانية الحوار وتكوين الصداقات والتعرف على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى. ما رأيكم بهذا يا مجموعة لا؟ ولكن تقلل التواصل المباشر والتعرض لتكوين صداقات وهمية نتعرض من خلالها إلى الابتزاز والاستغلال، كما هو الحال في بعض الجرائم الإلكترونية التي نسمع عنها. أشكر كلا الفريقين، وأترك التعليق لأعضاء لجنة التحكيم. لكم بعض الوقت لنستمع بعدها إلى تحكيمكم. نعم، لجنة التحكيم تفضلي إلى هنا. نعم، نتشاور، تشاوروا فيما بينكم. ما رأيكم؟ أي الفريقين كان على صواب؟ هل هو فريق نعم؟ من هو فريق نعم؟ نعم، تفضلي، هذه فريق نعم وفريق لا. هذا الحزين، نعم، من هم كان على صواب؟ هذا الفريق أم هذا الفريق؟ لنشاهد معا و نرى إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، منها الحصول على المعلومات المفيدة بأقل جهد ووقت، أيضا تفيدنا في تسويق المنتجات،
حفظ اللحظات السعيدة وإمكانية الحوار وتكوين الصداقات، بينما إيجابياتها أسلبياتها أو المشكلات التي تنجم عنها لدينا نشر المعلومات غير الصحيحة، تراجع المستوى، إضاعة الوقت، واعتبار أيضا مواقع التواصل الاجتماعي مكانا للتنمر، تمام؟ التنمر الذي يحصل أوقاتا في المدارس أو في البيئة الاجتماعية التي نعيش عنها. ما معنى تنمر؟ هو ما معنى تنمر عندما يتنمر أحد على الآخر؟ ماذا يفعل؟ نعم، هو نعم تفضلي. التكلم الألفاظ السيئة عن الآخرون. عن الآخرون أو أمامهم أو السخرية من أصدقائنا. هل يجب علينا أن نسخر من أصدقائنا أم لا؟ طبعاً. لا يجب أحسنتي. علينا ذلك. يجب أن لا نسخر من أصدقائنا وأن نتعامل معهم جميعاً كأصدقاء وكأخوة في المدرسة وفي أيضاً في الأماكن العامة. ماذا حدث مع لجنة التحكيم لدينا؟ ماذا فعلوا؟ هل توصلتما إلى حل؟ نعم، أحسنتما. نعم، لنستمع إلى رأي لجنة التحكيم. نعم، تفضلي. يلا، عودوا إلى أماكنكما. نعم، تفضلي. نعم. كلا الفريقين لديهما وجهة نظر صحيحة، فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن المضي وراءها دون ضوابط وقواعد. نعم، أحسنتي. إذن كلا الفريقين هما على حق، ولكن كان لكل منهما وجهة نظر. الآن برأيكم ما هو الحل؟ نعم، لذلك نستخرج حلولا للاستخدام الرشيد وللتواصل الاجتماعي. نعم، ما هذه الحلول؟ نعم، دعونا معا نكتشف بعض هذه الحلول ونتوصل إليها جميعا مع مساعدة من أعضاء لجنة التحكيم. ساعدوا أصدقائكم حتى يجدوا، نعم، عن طريق المجموعات أيضا لمدة ثانية، ساعدوهم حتى يجدوا حلولا لرشيدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أريد من كل واحد منكم حلا، أليس كذلك؟ يلا تفضلي يا صغيرتي مع زميلاتك، وأرجو التباعد. أرجو التباعد يا يزن، التباعد قليلا بيننا، التباعد. نعم، شكرا لكما، أحسنتما. نعم، عن طريق، نعم يا جود، أين كتابتك؟ نعم، هل كتبت؟ نعم، هل انتهيتم أعزائي؟ نعم، هل انتهيتم؟ نعم، هل انتهيتم؟ نعم، تفضل يا يزن، أعطنا حلا لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ما هو الحل؟ أن يكون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تحت إشراف الأهل. أحسنت، شكرا لك وشكرا لمجموعتك. نعم، تفضلي. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوقت لا يكثر عن ساعة. نعم، أحسنتي، لا يقل عن ساعة. شكرا لك ولعمل مجموعتك، أحسنتي. نعم، تفضلي. أن نستعمل مواقع بإشراف الأهل. نعم، مواقع. كيف تكون هذه المواقع؟ مواقع تعليمية وخاصة في الأطفال. نعم، شكرا لكم ولعملكم. نعم، هل أنتم لديكم؟ نعم، نعم، أيضا أنتم معهم بأن تكون هناك مواقع تعليمية خاصة بالأطفال. إذا أحسنتم وشكرا لكم. طيب، لماذا لا يمكن أن نستخدم المواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي أو تحت غير إشراف الأهل أو من دون إشراف الأهل، وأن لا يكون لدينا مواقع تعليمية خاصة بالأطفال؟ لماذا؟ إلى ماذا سوف نتعرض؟ يمكن أن نتعرض إلى ماذا؟ يمكن أن نتعرض، نعم تفضلي، إلى الجرائم الإلكترونية. نعم، إلى الجرائم الإلكترونية. ما هي هذه الجرائم الإلكترونية التي نتعرض لها؟ يمكن أن يتعرض الأطفال إلى بعض الجرائم الإلكترونية، مثل ماذا؟ مثل الابتزاز، وأيضا، نعم تفضلي، الاستغلال. نعم، الاستغلال أيضا. الخطف. نعم، شكرا لك، الخطف، أحسنتم أحبائي. الآن ماذا لو أرسل إليك شخص ما طلب صداقة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الشهير؟ ما هو هذا الموقع الشهير؟ موقع الفيسبوك. نعم، الفيسبوك.
ودون أن تتمكن من معرفته في الحقيقة، فهل تقبل وما مسوغاتك؟ الآن عن طريق فكر، زاوج، شارك، سوف نفكر لدقائق مع نفسنا بهذا السؤال، ثم نزاوج زميلنا، ثم نشارك أفراد مجموعتنا. تفضلوا يا صغاري. نعم، فكر الآن، هل سوف تقبل هذا الطلب أم لا؟ الآن لوحدنا. حلا، الآن فكري لوحدك، فكري دقيقة، فكري يا جنى، فكري لوحدك، فكر. تمام، فكري. تمام، يلا الآن زاوجي، الآن زاوجي، زاوجي صديقتك. نعم، تفضلي. مع التباعد بين أصدقائنا، أليس كذلك يا يزان؟ هذه هي الإجراءات الاحترازية. نعم، الآن شاركي أفراد مجموعتك لنتشارك مع بعضنا. نعم، تفضلي انضمي إليهم. نعم، انضمي إليهم عزيزتي، ولدينا بعض الوقت فقط. نعم، نعم، المجموعة مجموعتي، تفضلوا. أحسنت، نعم تفضل. نعم، لأنه يمكن أن يكون شخص وهمي ويريد استغلالي. نعم، شكرا لكم، لأنه يمكن أن يكون شخص وهمي أيضا. نعم، ماذا لديك؟ تفضلي يا تاليا. لا نقبل طلب الصداقة، لأنه يمكن أن يكون هذا الطلب من لأشخاص وهميين وغير حقيقيين. نعم، أحسنت، وهميين وغير حقيقيين، شكرا لك. نعم، تفضلي أنت أيضا. لا أقبل طلب الصداقة، لأنه قد يسبب لي المشاكل. نعم، قد يسبب لنا بعضا من المشاكل. وأنت؟ نعم عزيزتي، تفضلي. لا أقبل الطلب، لأنه شخص وهمي وغير حقيقي. نعم، شخص وهمي وغير حقيقي. نعم يا يزن، تفضل. لا أقبل طلب الصداقة، لأن قد تعرضنا تلك الصداقات إلى الابتزاز والخطف. إلى الابتزاز والخطف. شكرا لكم ولعملكم أيها المجموعات النشيطون. نعم، تفضلي. نعم، وأنت يا مايا؟ لا أقبل طلب الصداقة، لأنه قد يمكن أن نتعرض إلى مشاكل كثيرة توصلنا إلى الجرائم، وهذا ما يسمى بالجرائم الإلكترونية الذي يعاقب عليها القانون. نعم، الذي يعاقب عليها القانون، الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها بعض الأطفال. إذن لا نقبل طلب صداقة إلا من أشخاص نعرفهم معرفة حقيقية. الآن إذا علمت أن قانون الجرائم الإلكترونية يكتشف يوميا آلاف الحالات من استغلال الأطفال بسبب الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، أي الإجراءات الآتية ستتخذ في حال شعرت أن أحدهم يحاول استغلالك أو الضغط عليك عبر هذه الوسيلة؟ سأضع لكم بعض هذه الاحتمالات وأريد منكم الاختيار الجيد منها، الجيد منها. أيضا عن طريق المجموعات دقيقة واحدة لنفصل الجيد والسيء منها لهذه الإجراءات. هل أسكت ولا أبوح لأحد عندما أتعرض إلى الاستغلال أو الابتزاز؟ هل أتابع تواصلي معه خوفا منه؟ هل أخبر والدي أو والدتي؟ أم أبلغ الشرطة بعد إعلام أهلي؟ أم أبوح لرفيقي في الصف بمشكلتي؟ أريد الاختيار الجيد منها والاختيار الغير جيد برأيكم كيف سيكون عندما أتعرض للاستغلال أو للابتزاز، ماذا أفعل؟ نعم، هل انتهيتم؟ نعم، الآن تفضلي يا حلا. نعم، تفضلي. أبلغ الشرطة بعد إعلام أهلي. نعم، أحسنتي، أبلغ الشرطة بعد إعلام أهلي، ولكن في البداية ماذا أفعل عندما أحس أن هناك أحدا ابتزني أو استغلني؟ نعم، تفضل. أخبر والدي. نعم، أو والدتي. أخبر والدي أو والدتي، أحسنت، شكرا لكما وشكرا لجهودكم. نعم، أيضا يا ليان، تفضلي. أخبر أحد أقربائي الذين أثق بهم. أحسنتي، عند عدم وجود والدي أو والدتي ماذا أفعل؟ أخبر أحد أقربائي الكبار الذين أثق بهم. الآن ما هي الاختيارات غير الجيدة التي يمكن أن لا نختارها؟ تفضلي يا مايا. أسكت ولا أبوح لأحد. أحسنتي، أيضا من الخطأ أن نسكت عن هذا الابتزاز أو الاستغلال. شكرا لكم مجموعتكم. نعم، تفضلي. أبوح لرفيقي بالصف بمشكلتي. نعم،
لا أبوح إذن لصديقي في الصف عن مشكلتي. نعم تفضلي يا جنى، شكرا لك. أتابع تواصلي معه خوفا منه. نعم، هل أتابع تواصلي معه خوفا منه؟ لا. ولكن الاحتمال الجيد والأول يجب أن أذهب وأخبر والدي والدتي، في حال لم يكونوا نخبر أحد من أقاربنا الكبار ونبلغ الشرطة. الآن إذا أردنا أن نقول ما هو قانون الجرائم الإلكترونية، زميلتنا حلا بحثت عن طريق الشابكة عن ماذا؟ صديقتنا جنى بحثت عن طريق الشابكة عن قانون الجرائم الإلكترونية. تفضلي يا جنى واللي تذكري لنا ما هو هذا القانون. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين، والغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة سورية. كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقافها أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها. نعم شكرا لك. إذن هذا هو القانون الذي أصدره سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رقم 17 أي في أي عام؟ في عام 2012 لمكافحة ماذا؟ لمكافحة الجريمة المعلوماتية. الآن أشكركم وأشكر حسن استماعكم لي وحسن تعاونكم عن طريق المجموعات، وأترككم مع هذا المقطع الصوتي ليكون ختاما لدرسنا. أشكر حضوركم ولكم مني كل الحب. الرقمية أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي لها سلبيات وإيجابيات، فمن استخدمها بشكل صحيح قد تكون إيجابياتها تساعد الطلاب في البحث عن موضوع ما واكتشاف أشياء جديدة، ومن الممكن أن تنمي لهم أفكار جديدة.